السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثامن، ونلتقي اليوم إن شاء الله في حلقات جديدة مفيدة من حلقات دراستنا في مادة العلوم. هنبدأ حلقتنا إن شاء الله مع مراجعة لأهم الأجهزة في جسم الإنسان. طبعا إحنا عارفين إن كل جهاز بيختص بوظيفة معينة. في حلقتنا النهاردة والحلقات الجاية هنبدأ ندرس إن شاء الله الجهاز الدوري وأيضا الجهاز التنفسي، وهنبدأ في أولى حلقاتنا إن شاء الله في دراسة الجهاز الدوري للإنسان. تعالوا في البداية نتعرف على وظيفة هذا الجهاز. هو اسمه الجهاز الدوري، بمعنى إن مسؤول عن دوران الدم في جميع أجزاء الجسم. الدم يا جماعة اللي هو وظيفته الأساسية إنه محمل بالغذاء والأكسجين اللي بيذهب لكل خلية من خلايا الجسم لكي يمدها بهذه العناصر المهمة. واللي بيحصل بالظبط ان احنا عندنا القلب اهم عضلة في جسم الانسان، تقوم بضخ الدم عبر الاوعية الدموية. الكلام اللي مميز عندي باللون الاحمر هي دي مكونات الجهاز الدوري، بمعنى تاني انها القلب والدم والاوعية الدموية زي ما احنا شايفين. وان شاء الله في الحلقات الجاية هنبدأ ندرس كل مكون من هذه المكونات الثلاثة. أما في حلقة النهاردة هدبنا نتكلم على الجهاز الدوري بشكل عام والدورة الدموية. طبعا كلنا نقدر نشعر بالنبض اللي هو الخاص بضربات القلب من أماكن مختلفة في جسم الإنسان، زي مثلا بجوار الرقبة هنا، أو ممكن من خلال معصم اليد من هذه المنطقة. إنما أراعي أن ما اضغطش على الوعاء الدموي بشكل كبير، لأن أنا كده بمنع تدفق الدم وبالتالي مش هشعر بالنبض. وفي أماكن أخرى كثيرة ممكن نشعر فيها بنبض القلب أو ضخه للدم في الأوعية الدموية. خلينا متفقين على حاجة مهمة جدا في حلقتنا النهاردة ونتذكرها، إن أهم وظيفة من وظائف الجهاز الدوري هي إيه؟ نقل الدم لجميع أجزاء الجسم. هنا عندنا حاجة مهمة جدا نعرفها على الدم، وهو ثابت علمي بنبني عليه كل الخصائص بعد كده، إن أنا عندي نوعين من الدم في جسم الإنسان: دم مؤكسج وهو دم محمل بالأكسجين، أما الدم الآخر هو دم غير مؤكسج وهو اللي بيحمل كمية أقل من الأكسجين. لأن إحنا قلنا في بداية حلقتنا إن الدم بيذهب في رحلة لجميع أجزاء الجسم يعطيها الأكسجين والغذاء، في المقابل أثناء رجوعه بيحمل الدم ثاني أكسيد الكربون طبعا علشان يقدر يتخلص من هذا الغاز ويرجع مرة أخرى يحمل الأكسجين. هيكون في عندي أوعية دموية خاصة بتحمل هذا الدم المحمل بالأكسجين اللي إحنا أطلقنا عليه الدم المؤكسج، وعندي أوعية دموية أخرى بتحمل هذا النوع من الدم اللي بيحمل كمية أقل من الأكسجين، وهنطلق عليه دم غير مؤكسج. أما الرسم اللي موجود معانا دلوقتي هو رسم بيوضح الدورة الدموية للإنسان أو للثدييات عموما. هنبدأ رسمتنا هنا ونتعرف على إن إحنا عندنا القلب زي ما إحنا شايفين موجود في التجويف الصدري في الجزء الأعلى من الجسم، وده طبعا هنتعرف عليه باستفاضة في حلقتنا الجاية. إنما عندي أشياء مهمة جدا أعرفها، إن عندي دورتين دمويتين: الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى. ليه سميناها الدورة الدموية الصغرى؟ ممكن نطلق عليها اسم آخر هنسميها الدورة الرئوية. والدورة الدموية دي بتكون ما بين القلب والرئتين القريبة جدا من القلب. أما الدورة الدموية الكبرى أو ممكن نطلق عليها اسم آخر هي الدورة الجهازية، ودي بتتم ما بين القلب وما بين جميع أجهزة الجسم. على كل حال لما نشوف هذه الرسمة، وطبعا لازم تتعود انك تتعرف على رسومات مختلفة للجهاز الدوري، طالما انت عارف ميكانيكية انتقال الدم وطريقة مروره هيبقى سهل عليك جدا انك تتعرف فيها في كل رسمة من الرسومات المختلفة. هتبدأ معانا الدورة الدموية كالتالي: عندما يبدأ الدم من الرئتين بالتدفق، طبعا طالما قادم من الرئتين معنى كده انه اصبح محمل بالاكسجين، وطالما عندي دم محمل بالاكسجين فاحنا كده هنرمز له بلون فاتح شوية اللي هو اللون الوردي، بيبقى قادم من الرئتين ويدخل الى القلب من ناحية الجانب الايسر. لحظة كده،
كلنا شايفين ان الجزء ده هو الناحية اليمين، لا هنا عندك الرسم كأنك بالظبط واقف قدام المرآة، يعني هنا بتكون عندك هذه يمين الرسم وهذا يسار الرسم، او بمعنى تاني ابسط كأنك بتسلم على الرسمة بالظبط. يبقى الجزء اللي موجود باللون الازرق هو الجانب اليمين، والجزء اللي موجود باللون الوردي هو الجانب اليسار. خلينا متفقين على هذا الاساس، لان كل الاسئلة الجاية ان شاء الله هتكون بتعتمد على وضع حجرات القلب في الرسم. يبقى احنا قلنا ان هيبدأ الدم من الرئتين زي ما قلنا قادم محمل بالاكسجين يدخل الى القلب من ناحية الجانب الايسر، ولابد ان يدخل هذا الدم من الرئتين الى القلب. ليه؟ لان القلب هو المسؤول عن ضخ الدم لجميع اجزاء الجسم، يعني مش كافي ان هو الدم المحمل بالاكسجين يخرج من الرئتين ويتوزع للجسم، مين اللي هيوزعه؟ القلب. يبقى لازم يدخل الى القلب زي ما احنا شايفين اتجاه هذا السهم. طالما دخل الى القلب محتاجين ان هو يتم خروجه مرة اخرى لكي يذهب لجميع اجهزة الجسم في الدورة الجهازية زي ما احنا شايفين ومتتبعين السهم، يخرج الدم المؤكسج متجه الى جميع اجزاء الجسم بهذا الشكل. أثناء توزيعه للأكسجين لكل جزء من أجزاء الجسم في المقابل بيتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون، وبيصبح هذا نوع الدم دلوقتي دم محمل بكمية قليلة من الأكسجين، أو هنطلق عليه دم غير مؤكسج. يبدأ رحلته مرة تانية في الرجوع إلى القلب في الناحية زي ما قلنا اليمنى، تبدأ الشعيرات الدموية اللي موجودة في نهايات الشرايين والأوردة تذهب بهذا الدم الغير مؤكسج وتمر به إلى الجانب الأيمن من القلب زي ما إحنا شايفين من خلال السهم. يبقى بيرجع الدم الغير مؤكسج من ناحية اليمنى في القلب، دخل إلى القلب. يبقى هنا محتاجين إن هذا الدم يتغير ويعاد مرة أخرى إنه يكون محمل بالأكسجين، ومين اللي مسؤول عن ضخ الدم؟ عضلة القلب. يبقى يدخل إلى القلب ويرجع القلب يضخه مرة تانية إلى الرئتين زي ما احنا شايفين، ويبدأ يعاد أكسجة الدم مرة أخرى، وتستمر هذه الدورة طوال حياة الإنسان، ويستمر القلب بالانقباض والانبساط اللي فيها بيضخ الدم زي ما قلنا لجميع أجهزة الجسم. اما دلوقتي هننتقل مع بعض لرسمة اخرى زي ما احنا شايفين، وانا هنا محتاجة اني اعودك على انك تتأقلم على رسومات مختلفة للجهاز الدوري. احنا اتفقنا وقلنا من لحظات قليلة اثناء الشرح ان انا عندي نوعين من الدم، قلنا دم موجود في الناحية اليسرى وزي ما شفنا ان كان لونه وردي، وعرفنا انه محمل بالاكسجين وسميناه دم مؤكسج. اما الدم اللي موجود في الناحية اليمنى من الجسم قلنا ان هو دم غير مؤكسج وبيرجع القلب مرة تانية والقلب يوزعه الى الرئتين. فبالتالي هجد ان في عندي بعض المصطلحات المهمة جدا ان احنا نعرف الاوعية الدموية اللي بيسير فيها الدم المؤكسج والدم الغير مؤكسج. بنجد عندي وعاء دموي يسمى الشرايين، وهي دي اللي موجودة معايا في الجزء الايسر من الجسم المميزة باللون الاحمر او الوردي. كل وظيفتها زي ما قلنا انها بتنقل الدم المؤكسج من القلب لجميع اجهزة الجسم زي ما احنا شايفين، خرجت هنا من القلب متجهة الى الجهاز الهضمي، متجهة الى جميع الاعضاء الاخرى، الى الكلى والى الجزء السفلي من الجسم وهكذا. ومنساش كمان ان في جزء منها بيغذي الدماغ والجزء العلوي من الجسم. أما عندي الجزء الآخر أو الوعاء الدموي الآخر اللي بيحمل الدم الغير مؤكسج هيتكون عندي الأوردة اللي موجودة في الناحية اليمنى من القلب، وزي ما قلنا أنه بينقل الدم الغير مؤكسج من جميع أجزاء الجسم وتعيده مرة أخرى إلى القلب. أما الأمر الثالث والأخير هو الدم نفسه اللي احنا طبعا ميزناه هنا في هذه الصورة والصورة السابقة، انه موجود في الجانب الايسر من القلب وقلنا بيحتوي على دم مؤكسج، والجانب الايمن بيحتوي على دم غير مؤكسج. انما الطالب دقيق الملاحظة اللي معايا وجد في الرسم ان في هنا عندي وريد، واحنا اتفقنا قلنا ان الاوردة بتنقل الدم الغير مؤكسج، فعلا جميع الاوردة بتنقل الدم الغير مؤكسج ما عدا وريد واحد، هو الوريد الرئوي القادم من الرئتين ويدخل الى القلب من الناحية اليسرى.
وعندي ايضا نفس الامر بيتكرر ان جميع الشرايين احنا قلنا بتنقل الدم المؤكسج ما عدا الشريان الذي ينقل هذا الدم الى الرئتين، هو الوحيد الشريان الوحيد الذي ينقل الدم الغير مؤكسج، انما بيذهب بيه الى الرئتين ليعاد اكسجة الدم مرة اخرى والحصول على الاكسجين في عملية تبادل الغازات، ودي ان شاء الله هنشوفها باستفاضة مع الجهاز التنفسي. اما دلوقتي هننتقل مع بعض ونشوف دلوقتي تمرين بسيط هنعرف فيه ازاي نسمي الاوعية الدموية المتجهة من والى القلب. زي ما احنا شايفين هنا عندي القلب موجود في هذا الجزء، وهنا عندي هذه الأوعية الدموية، هذه شكل الرئتين يعني الدورة الدموية الصغرى، وأما هنا الدورة الدموية الجهازية أو الدورة الدموية الكبرى. يلا بينا نسمي الأوعية الدموية التي تدخل إلى القلب والتي تخرج منه. بنجد في التسمية طبعا هنا عندي الرئتين، هنا عندي الكلى، هذه جميع العضلات اللي موجودة في الجسم وده شكل العضلة. بنجد عندي إن طالما قادم من الرئتين زي ما قلنا بيخرج وعاء دموي يبقى اسمه وريد بيحمل الدم من الرئتين، وهنطلق عليه وريد رئوي، ويدخل إلى الجانب الأيسر من القلب زي ما إحنا شايفين السهم. لابد أن يدخل هذا الدم من هذه الناحية ثم يدخل إلى الحجرة السفلى في القلب، ويرجع بعد كده القلب يضخه إلى جميع أجهزة الجسم حسب ما تتبعنا السهم، ويرجع بعد كده يوزع هذا الدم المحمل بالأكسجين لجميع أجهزة الجسم زي ما إحنا شايفين. في المقابل بنجد عند كل أعضاء مهمة وكبيرة بنجد طبعا إن في شريان بيحمل الدم إلى هذه الأعضاء. في المقابل الدم عند مروره على هذه الأعضاء في جميع أجهزة الجسم بيعطيها الأكسجين ويأخذ منها ثاني أكسيد الكربون أو يصبح دم غير مؤكسج. هنا دور الأوردة إنها تجمع هذا الدم الغير مؤكسج وتذهب به إلى هذه الحجرة من القلب اللي هي في الجانب الأيمن. يدخل هذا الدم الغير مؤكسج إلى القلب ثم يذهب ويضخه إلى الشريان الذي يحمل هذا الدم الغير مؤكسج إلى الرئتين، وهنطلق عليه شريان رئوي بالفعل. وهذا الشريان بيدخل منه الدم الغير مؤكسج ليعاد أكسجة الدم مرة أخرى في عملية التنفس في الرئتين. تمرين بسيط أتمنى يكون ثبت المفاهيم اللي موجودة معانا على الدورة الدموية. أما هنا موجود معانا بعض المعلومات الشيقة جدا على تاريخ اكتشاف الدورة الدموية. يلا نشوف مع بعض القصة العلمية دي. هنجد عندنا في الفقرة الأولى بنتكلم فيها على طبيب يوناني اسمه أبوقراط، عارف إن في الجسم مجموعة من السوائل منها طبعا سائل الدم، وتقريبا بعدها في عام 200 ميلاديا طبيب آخر إنما جنسيته إن هو يوناني بدأ يعرف إن في عندي الدم موجود داخل أوعية دموية يسير فيها الدم، لكن الأبحاث الخاصة به لم تتوصل إلى أن الدم يمكن أن يتدفق داخل الأوعية الدموية، إنما اقترح في الأخير أن ممكن هذا الدم ينتقل ما بين جانبي القلب، الجانب الأيمن والجانب الأيسر. ومرت فترة طويلة جدا على هذه المعتقدات حتى وصلنا في القرن 13، وقام العالم ابن النفيس الطبيب العربي المشهور انه يبدأ يوضح عندنا ان في عندنا دم ودورة دموية وتسير هذه داخل اوعية دموية منها الاوردة. في الاخير في القرن 17 يعني تقريبا بعد 400 سنة جمع العالم الانجليزي ويليام هارفي كل المعتقدات اللي كانت سائدة قبل ذلك، وتم التوصل إلى الدورة الدموية بالشكل اللي احنا عارفينه في وقتنا الحالي. وطبعا بتقدم الأيام وتقدم العلم بيقدم لينا كل يوم معلومة جديدة. إذا فهمنا هذا الجزء هنبدأ نشوف الأسئلة اللي موجودة معانا. أول سؤال بيقول لي ارسم جدولا زمنيا لتوضيح كيفية تطور الأفكار حول الجهاز الدوري للإنسان. هنا عندي أول شيء قبل 400 سنة كانت أفكار أبوقراط، بعدها 200 ميلاديا أفكار العالم جيلانيوس، بعدها 1200 ميلاديا أبدأ أحول هذه التواريخ إلى التاريخ الميلادي. ف
في القرن ال13 يبقى عندي 1200 افكار ابن النفيس حول تدفق الدم من القلب للرئتين وهي الدوره الدمويه الصغرى. وفي عام 1500 ميلاديه اعاده اكتشاف طبيب اسباني لتدفق الدم من القلب الى الرئتين، وهنا عندي هذا الطبيب اكتشف ان في صمامات بتوجد في الاورده انما ما كانش لسه عارف كيفيه عملها. اخر شيء في سنه 1600 ميلاديه يعني في القرن ال17 بنجد افكار الطبيب ويليام هارفي حول تدفق الدم الى القلب عبر الاورده ووظائف الصمامات. اشرح لماذا استغرق الناس وقتا طويلا لمعرفه اليه عمل الجهاز الدوري للانسان. بنجد ان في بعض المعايير الاخلاقيه في هذا الوقت كانت سائده، ان كان لا يسمح للناس والاطباء بتشريح الجثث البشريه، بيجدوا ان هذا يعني امر خطير جدا وافكار ممكن تعرض صاحبها للسجن او الاعدام، وبالتالي كانت كل المعلومات المتاحة امام الاطباء من خلال النظريات والافتراضات والملاحظات المختلفة. ده طبعا بالاضافة ان كانت مبادئ البحث او الاستقصاء العلمي كانت بسيطة للغاية وما كانتش طبعا في كامل تقدمها مثل عصرنا الحالي. وان شاء الله هيقابلنا معلومات مهمة جدا في حلقاتنا الجاية كلها اللي ما زلنا زي ما قلنا هنتعرف فيها على مكونات الجهاز الدوري. بكده نكون انهينا حلقتنا النهاردة، وان شاء الله نلتقي الحلقة القادمة في التعرف على اهم مكون وهو القلب. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.